من 50 سنة مثل هالأسبوع تم إطلاق أول سيارة فورد ماستنج بالعالم، وبعد 50 سنة نحن اليوم مدعوين لحتى نشهد عيد ميلاد 50 والمهرجان اللي عم بيقوموا فيه بدبي بميدان. أول مفاجأة اليوم كانت وجود عبد الفغالي بهالمهرجان، وأكيد أكيد أكيد لما بنسمع اسم عبد الفغالي بنعرف عبد الفغالي بالدريفت بالسباقات بالراليات. 2014 Ford will be the sponsor of the Red Bull Carhartt Drift Series. The Mustang and Abu Dhabi. من بعد إطلاق سيارة ريد بول للدريفت أو للتشحيط رح ننطلق هلأ لحتى نشوف فورد ماستنج باريد يلي رح تصير على طرقات دبي، الانطلاق من ميدان على اتجاه شارع الخيل، من الخيل ناخذ شارع أم سقيل لننزل على شارع جميرة البحري من حد مدينة جميرة وصولا للبالم آيلاند، نرجع نعمل يوتن ونرجع نجي على الميدان. هون عم نشوف بعض المشاهد عن الباريد على طرقات دبي وسيارات فورد ماستنج على جميع انواعها واشكالها، وعالم اجوا مش بس من دبي، في كثير عالم اجوا من السعوديه، من البحرين، من قطر. فورد ماستنج بنسختها ال 50 سبيشل اديشن اللي هي رح تكون اطلاق خاص ورح يعملوا منها 1964 سياره بس، لانه اطلقت السياره بتاريخ 1964. فورد ماستنج 50 سنة سبيشال اديشن رح تجي جي تي مع بيرفورمانس كيت عليها، بتتوفر بس بلونين الابيض والازرق. محرك السيارة رح يكون 8 سيلاند 5000 سي سي او 5 لتر، بيولد تقريبا 420 حصان. بعد ما خلصت هالباريد الطويلة رجعوا كل السيارات على الميدان، هلا عم يرتاحوا عم يتغدوا شوية راحة، ومن بعدها ببلش الأكشن. حسب ما عرفنا إنه رح يكون في مفاجأة ثانية جاهزة كمان هلا، بس أنا على الأكيد بقدر أقول لكم من هلا بما إنه عبد الغالي موجود هون وعملوا سيارة للدريفت، يعني أكيد 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 رح يكون في دريفت شو مع عبده، فخلينا نتفرج ونتمتع معه. آخر النهار الطويل مهرجان فورد ماستنج جمعوا 15 سيارة من كل السيارات الموجودة، وهلأ عم بيقوموا مثل ما شايفين خلفي بتحديد أحلى فورد ماستنج موجودة من هال 15. نحن نوعدكم لما يصير عندنا اول فرصه تنقدر نجيب السياره فورد ماستنج 50 سنه سبيشال اديشن ونجربها ونفرجيكم اياها، رح تكونوا اول عالم تعرفوا هالموضوع. هلا بقول لكم باي باي.